يا الكرام، نحن اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن. نحن في واشنطن لأن هناك مؤتمر في غاية الأهمية، وهو المؤتمر السنوي رقم 31 لصناع القرار العربي الأمريكي. لما بنتكلم على مؤتمر لصناع القرار العربي الأمريكي، هنلاقي هناك العديد من الدول العربية اللي بتعرض قضاياها، اللي بتقول مشاكلها، اللي بتقدر إنها تظهر للعالم أجمع ماذا يحدث داخل بلادها. هناك اليمن، هناك الكويت، هناك السعودية، هناك العديد من الدول. مصر كانت حاضرة وبقوة، وكانت لها كلمة قوية ألقاها النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، وتحدث باستفاضة عن ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية، وأيضا تحدث عن ما يحدث الآن على أرض مصر من نهضة حضرية، نهضة كبيرة. حتى تم عرض أيضا هذا الفيلم الرائع، والذي وجدنا أن كل القاعة قامت بالتصفيق الحاد عندما شاهدت هذا الفيلم وشاهدت ماذا يحدث الآن على أرض مصر. النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب لم يتوقف بعد الفيلم واستكمل ما يحدث داخل البلد، وقام بعرض العديد من المشاريع، وأيضا ليس فقط المشاريع، قام بدعوة الناس لحضور ومشاهدة مصر الآن الجديدة، الجمهورية الجديدة، كوب 27 وما سيحدث فيه في شرم الشيخ من إنجاز رائع على أرض مصر، وتنظيم أكثر من رائع على أرض مصر. تحدث عن المشاكل التي تمر بها مصر نتيجة أن مصر ما زالت مصرة على أن يكون لها موقف مفاوض بالنسبة لأزمة سد النهضة. موقفها ان احنا هنفضل ماشيين في موقف التفاوض، لان مصر تريد ان تخرج من هذا الشريط الضيق الى تنمية اكبر ومساحة اوسع واكبر في مصر. التنمية موجودة كل الاوقات على ارض مصر. كلمة النائب محمد أبو العنين كانت كلمة جامعة ومهمة في هذا المؤتمر الهام. أيضا كانت هناك جلسات سبقت كلمة النائب محمد أبو العنين، تحدثوا فيها عن مشكلة في غاية الأهمية تمر بها الدولة، دولتان عربيتان شقيقتان، ألا وهي اليمن وأيضا السعودية، وتهديدات جماعة الحوثي بالنسبة لما يحدث على في السعودية، وأيضا لما يقومون به على أرض اليمن. تعالوا نتابع جزء من هذا المؤتمر ونتابع كلمة النائب محمد أبو العنين.